السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بالف خير. معادنا دلوقتي مع الاكله نص الشعب بيحبها وبيعزها وبيموت فيها ويزعل قوي من اللي يغلط فيها. نص الشعب التاني ما بيحبهاش، انا من نص الشعب التاني وما باكلهاش، بس بعملها واحسن واحده تعملها كمان. والله مغرور، هو ثقه بس. هنعمل النهارده الوصفه اللي بتتاكل في العيد الصغير، بتاكل يوم الجمعه، بتتاكل كل الاوقات، فجر، صبح، ظهر، عصر، تتاكل في شم النسيم. اكيد عرفته، الفسيخ. عملته معاكم كذا مره، النهارده هعمله باسهل طريقه، اسهل 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 طريقه. قول بسم الله الرحمن الرحيم، ونشوف المقادير ونشوف الطريقه ونشوف هنعملها ازاي. يلا مع بعض نقول بسم الله الرحمن الرحيم. صلى على رسول الله يا جماعه. ادي السمك اهو، ما عملتش في حاجة خالص، كل اللي عملته شطفته من بره وركنته يتصفى. شطة وملح بس كده. وعندي بقى كام شنطة بلاستيك، تمام. انا كنت ده ممكن احط معلقة زيت ولا معلقتين، بس لا، هو مبطرخ وحلو مش محتاج اي حاجة خالص. نبدأ على بركة الله، نقول بسم الله. يلا نقول بسم الله. ادي الشطه، يا صدفه الشطه دي مش هتخليها. لا لا والله ما تقلقوش. طب يا صدفه احنا بنخاف نحط ملح يطلع زياده. بصوا بقى النهارده هعمله بطريقه سهله جدا، بحيث حتى لو الملح زياده ما تخليهوش حارق، تمام. صلى على النبي يا جماعه كده. بسم الله نبدا بقى نعطس. يا ساتر، بسم الله الحمد لله. حلو كده. بلاستيك اهو، دايما بحب اعمل كله مع بعضه، تمام. بسم الله. لو انتوا بتخافوا يطلع حادق منكم ولا حاجه، مش لازم تفتحوا بقه ونغزوش وتحشوها، مش لازم على فكره. قلت لازم؟ والله ما لازم. احط كده اهو. بسم الله. ورشه عكس عكاسه اهو. بسم الله. ورشة كمان جنبيها كده اهو. بالصلاة على النبي. اخر حاجة كده اهو. بصوا مفيش اسهل من كده اهو. بس كده. طب يا صدفة هينفع كده من غير ما تحط فيه ملح يتنغشيش؟ اه عادي يا جماعة هينفع، وما تخافوش ومش هيجرالوا اي حاجة وهيطلع زي الفل. بتوع الفسخانية اللي بره مبيحشوش اصلا السمكة النخشاشة، مبيحشوهاش اصلا. انا بقول لكم الكلام ده ماشي. عندهم براميل خشب كده بيعملوا فيها. اهم حاجه يا جماعه في الموضوع كله ان هو يتلف كويس. طب يا صدفه ده نزل تاني يوم ميه، عادي ما ينزل ميه، متقلقوش ما ينزل. ما طبيعي سمكه، بطن السمكه فيها ايه؟ لازم تنزل ميه. انت لو بتكون راكنه فراخ ولا راكنه لحم ولا راكنه اي حاجه وجيت طلعتيها وصفت هتنزل ميه، ده الطبيعي. لازم يتلبس كويس قوي كده، 10 شنط بقى ولا حاجه، واربطيه كويس قوي. وتاني يوم هتلاقيه اتنفخ، ما تقلقيش خالص، تلاقي الكيس اتنفخ بتاعه برضه، ما تقلقيش خالص خالص. ما تحطيهوش في الشمس، ما تحطيهوش في الشمس، سيبيه في البلكونه. بس حطيه في البلكونه عندك، حطيه بس في حته ما يكونش طايلها شمس، تمام. ده الناس اللي عندها فوبيا، اللي زي انا بخاف اكله لان عندي فوبيا منه. بخاف اكله عشان خاطر بحس ان انا ممكن تيجي عندنا ويجي لي تسمم منه، عشان كده انا ما بحبش الفسيخ وما بحبش ريحته اصلا، بس بحب اعمله سبحان الله. بسم الله.
هحطهم في كيس كمان، الكيس اللي كان جاي فيه مكتوب عليه الشيف صدفة. بكره بقى ان شاء الله هلبسه كيسين كمان، وممكن الفه بستريتش كمان عشان لما نيجي نفتحه تلاقوا الكيس ملفوف بستريتش تقول ايه ده انت ما كنتش هو ده. لا هلفه بستريتش ان شاء الله، بس الاستريتش فوق ما كانت الاستريتش فوق بعيده، انا مش قادره اجيبها دلوقتي لما حسن يخليه يجيبها لي، وهلفها بستريتش جامد جدا جدا جدا. بس انا كده خلصت. ده يا صدفه يقعد في الشتاء قد ايه؟ انا كصدفه ماليش دعوه بحد، بعد احترام كل الناس اللي موجوده وكل اللي بيعمل فسيخ، انا في الشتاء هسيبه تقريبا 25 يوم او 30 يوم كمان. ايه ده ايه ده، احنا بناكله تاني يوم براحتكم، عايزين ناكله تاني يوم انتوا احرار. انا بسيبه 25 يوم في الشتاء، في الصيف ممكن اسيبه 15 يوم 12 يوم، لو الصيف حر قوي 10 ايام. دي طريقتي انا، ماليش دعوه بحد. جربوا طريقتي يا جماعه وان شاء الله تعجبكم. بعد 20-25 يوم ان شاء الله هرجع لكم، ممكن نكمل 30 يوم كمان هرجع لكم نشوف فيها ايه. ان شاء الله هلفها بستريتش كده جامد قوي، ولما تتنفخ برده هوري لكم عشان تبقوا عارفين. يلا سلام عليكم، صلوا على النبي يا جماعه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم وصلى على رسول الله. بصوا يا جماعه الكيس منفوخ ازاي اهو، عادي لو اتنفخ كده ما تقلقوش. بصوا عمال ينزل ميه، كنت كل يوم بحطه في كيس جوه التاني اهو. بالصلاه على النبي كده نفتح بقى الكيس كده ونشوف. اول ما فتحنا والروائح هلت يا ولاد يا ولاد، الحمد لله. بصوا بقى اهو هيطلع من جوه، هتتوهموا وهتتفاجئوا دلوقتي. صلوا على النبي كده بقى، وامسكوا ايديكم وغمضوا عينيكم وسدوا وشكم وسدوا مناخيركم، ونتفاجئ بقى بالصلاه على النبي كده نشوف اخبار الفسيخ معانا ايه. نورماندي 2 اهو. بصوا كيس قد ايه، كنت كل يوم البسه كيس تاني عشان خاطر كان بينقط ميه، كل يوم البسه كيس عشان كان بينقط ميه اهو. بدا وصلنا كده للاخر، الحمد لله على السلامه يا جماعه، الحمد لله على السلامه اهو. بالصلاه على النبي كده زي الفل. الله يا عم بخ، الله بصوا انا باكلوش. بصوا طري ازاي الواحده، طريه ازاي طريه وزي الملبن ايه، ملبن بترقص كده في ايديا بترقص. بالصلاه على النبي كده اهو، بصوا كبيره ما شاء الله، دي مبطرخه دي ومزبده اهو ما شاء الله. طلع بقى كله كده، بس مش هنضف كله، هنضف كام وافتح كام واحده بس اوريها لكم من جوه، والباقي هشيله بحاله كده زي ما هو في قلب الفريزر. الفسيخ والرنجة عموما يا جماعه بتتحط في الفريزر احسن عشان بتبوظ بسرعه. بصوا ما شاء الله عامل، شايفين واحدة قد ايه؟ بصوا بقى مية كتيرة جدا تحت اهي. طب يا صدفة لو احنا فتحنا عليه لقيناه ناشف نعمل ايه؟ لفيه تاني، مش هيجرله اي حاجة، لفيه تاني بكياس بالمية بتاعته، اوعي ترمي المية عشان كده هو نزل كل المية اللي فيه، فاهميني ازاي؟ اهو حلو كده بالصلاة على النبي اهو، تمام تمام تمام. بس كده نحط بقى، نطلع اخر واحده كده ونحطه في قلب الزباله. لا مش هينفع في الزباله ده، وكيترمي في الشارع على طول، في قلب زباله الشارع. بالصلاه على النبي كده. هنا بقى حطيت مفرش عشان خاطر نلمه مره واحده، ونشوف بقى شكل الفسيخه من جوه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. هقطع اول حجر لاص، في ناس بتحب تمصمص اللاص بألف هنا عليهم اهو، وقطع الديل كمان عشان خاطر الديل ده بيقطع الشنطه لما باجي احطها في الشنطه، وافتح بطنها وافضي بطنها واشيلها زي ما هي كده. اللي هياخد بقى ولا اللي هياكل يقطعها بمعرفته، انا كفايه عليا لحد كده الحمد لله يعني. اهو نفتح بقى بطنها كده، بصوا بقى بالصلاه على النبي كده زي الفل. ايه ده الكنز ده، بصوا البطارخ ياه، صدقوا الواحد نفسه ياكله بس ما باكلهوش للاسف خالص، عندي فوبيا منه بخاف منه بخاف اكله. بصوا بصوا البطروخ قد ايه، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بجد. ايه ده، البطارخ لوحدها دي موضوع تاني. بالصلاة على النبي، هو ده بقى البوري المبطرخ. بصوا بالصلاة على النبي كده زي الفل اهو. الله عليك يا عم بخ، نضف بقى بطنه واشيل الحاجات الاحشاء اللي في بطنه دي، وبعد كده احطها في قلب كيس. بحط كل واحده في قلب كيس لوحدها عشان لما اجي اطلع منه لحد ياكل تبقى الواحده كل واحده لوحدها، ما طلعش كله وافك كله.
بص من جوه حلو، لونه حلو ازاي ومختلف ومميز. الله 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 يا بابا، بصوا على النبي، بصوا مستوي زي الفل اهو. هنضف بقى الجناب بتاعه ده واشيل الشوكه دي وخلاص. هعمل واحده كمان، كام واحده كمان، وبعد كده هشيل بقى كله الباقي زي ما هو. بالصلاة على النبي، بصوا شايفين، بصوا البطارخ عامل ازاي، حاجه غريبه بصراحه. البطروخ مقاسه كبير قوي ما شاء الله، حلو قوي. بالصلاة على النبي، خلاص كده اهو. بصوا ده في المنظف وده في السليم، عملت حبه منظفين وحبه سليم، وحطهم في الفريزر يا جماعه. جربوه في الشتاء، بيقعد من 25 ل 30 يوم. اللي عايز يسيبه اقل من كده هو حر، بس مش هيكون مستوي. دي طريقتي يا جماعه، واللي كل واحده وليها طريقتها. انا دي طريقتي وبتعجبني. السلام عليكم.